السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس. اليوم جيت باش نتكلموا شوية على الصدقة، الصدقة والمحبة والمودة والعطاء والخير والتربية والأخلاق. غادي نهضروا على واحد القناة. كل مرة احنا غنهضروا على قناة، غنهضروا على واحد القناة ديال أسامة كوبنهاجن وصاحبه آدم. هاد جوج ديال الناس، الأسامة كيمثل العفوية والقلب الكبير والبساطة والحلم، وآدم كيمثل التربية والأخلاق والحب والعطاء والمساعدة. هاد جوج ديال الناس تجمعوا بالصدفة، تجمعوا راسلكم، عارفين كيفاش تتعرفوا مع بعضياتهم، مع ان فيهم بجوجهم واحد غني واحد فقير، واحد عنده الحلم بغي يوصل ليه، واحد يقدر يحقق الحلم. سبحان الله العظيم، هاد آدم بالتربية ديالو بالأخلاق ديالو اللي هو دايما الناس كتشوف في الفيديوهات وكتكومنتي الله يرحم لك ميمتك، حتى انا كنرحم لك ميمتك اللي هي امراه وعرفت تربي وربات وعطات واحد الانسان عنده اخلاق في كل شيء، في الابتسامه سبحان الله العظيم لا مثيل لها، في البساطه، في الحب، في القلب الكبير كيبان ليه على وجهه. اسامه حتى هو متربي بحاله بحال خوه، أمهم واحد السيدة طيبة، ناس بسطاء أغنياء في النفس ديالهم، ماشي طماعين، ناس خارجين كيضحكوا كيفوجوا على راسهم. حتى الأم ديالو الله يخليها ويرحمنا جميع حياء ولا أموات، مربية ولدها مزيان، كيهضر عفوي اللي في قلبه على فمه، عنده واحد الحب بعدا مع أخوه هو الأول مع أمه. هداكش علاش حبوه الناس، هداك علاش ربي سبحانه وتعالى سخر ليه آدم أنه يحبه ويحقق ليه الحلم دياله. أنا مغاديش نعطي تفاصيل ديال الأشياء اللي وصل لها أسامة عن طريق آدم، لكن غادي نقول أن الله سبحانه وتعالى غير كيشوف، هو طبعا هو الله تيشوف فينا وكيعطينا واحد الوصل، كيعطينا واحد الصفات فينا ديال الأخلاق والتربية والإيمان، وحتى أن احنا تنكونوا دايرين هاد الشي بالإسلام ديالنا، يعني كنعطيو واحد المثال ديال الإسلام فينا تيعطينا ناس أخرين تسخرهم لنا اللي في نفس النتيجة نفس الدرجة، باش يوقفوا معنا، باش ما نكونوش واحد فوق واحد لتحت، حنا كنا متساويين. صحيح واحد لبس عليه واحد ما لبسش عليه، لكن الا جينا نشوفوا الاخلاق ديالهم بحال بحال، عفويين بحال بحال، قلبهم كبير بحال بحال، مزيانين بحال بحال، هذا النوع من الصدقه ما بقاش هذا النوع من الصدقه. يوم الا تصاحبتي مع شي امراه، انا غنهضر مثلا على المراه، تقدر تصدق لك 100% تصدق لك، تقدر يجي شي حد يغير عليك، سهله باش تغير، هذه ماشي صدقه. اللي تنشوفه في ادم انه صعب الانسان يغيره على واحد الحاجه دارها بايمان ديالو قوي، لان التربيه ديالو هي هكاك قويه، والايمان ديالو هو كقوي، والعطاء ديالو قوي، والمحبه والقلب ديالو كبير وقوي. هذاك علاش اختار اسامه وقف معاه وقفة رجال، مع أن أسامة تعرض بزاف ديال الانتقادات والناس كرهوه. أنتم شوفوا راه كاين المحبة من شخص وكاين الكره من عدة أشخاص، ولكن كاين المحبة من أشخاص كتير متابعينه تمنوه باش يرجع، حتى وأنه دار واحد الحركة هكا على أساس راجع ودخل المطار، والناس صافي تيقات أنه حط رجليه في المطار وغادي من عبر على الحدود ديال الجوازات،
وصافي تاكدوا انه راجع، ولكن كانت هذاك باش يمشي مكان يتحقق ليه، لكن الناس كبرت الضجه وكثرت في الكلام وقال صافي هو غادي يرجع، هو رجع كاع، هو رجع، انت اللي باغي يرجع، ما عطيتيه والو، حستيه وبغيتيه يرجع، ولكن هذاك اللي ساعده الله بغاه، عطاه كل شيء، سخر ليه ادم، وهو اللي غادي يدفع ليه كل شيء باش يدير ليه كل شيء، وما حاسدوش وما غيرش منه. كنتمنى من عند الله ان تشوفوا هذا النوع من الصداقات والنوع من الفيديوهات والقنات، القنوات اللي كتفيد وكتاخذوا منها عبره، كناخذوا منها حتى حنا عبره، اللي كننتقدوا شويه من هنا لهنا باش ننظفوا بعض القنوات اللي خايبين، اللي كيسبوا في الاعراض الناس وكيسبوا في الاهالي ديالهم، في الحموات ديالهم، في العمات ديالهم، في الاخوان ديالهم، كنحاولوا ما امكن نسينياليوهم ونحيدوهم من ارض الواقع ديال اليوتيوب، لانه تيحشم بينا بزاف، ونخليو القنوات اللي عندها الطبخ واللي عندها المحبه وعندها الموده وعندها واحد الرساله كترسلها باش نستافدوا كاملين. المهم غير نستافدوا، ماشي مشكل سواء ربحنا ولا ما ربحناش، طبعا حنايا حالين قنوات باش نستافدوا ونربحوا شويه، ولكن حتى الا استفدنا وفدنا الناس، استفدنا من الناس وفدنا الناس على اساس ان هاد الاخلاق هذه نعود نرجعوها، لان كانت زمان نعود نرجعوها وكاينه وباقه، والدليل هو السي ادم مع السي اسامه، انه كاين بزاف ديال ادم، لان اسامه منه ادم وادم منه اسامه، يعني ادم هو الاساس في هذا البرنامج كامل، ادم هو الاساس. ركزوا كيفاش عنده البساطه وعنده التواضع وعنده الاحترام وعنده المحبه، وكيفاش كيقبل انه يتنازل، مع انه مش يتنازل، انه يحب على طبيعته وعفوي، مع انه عنده كل شيء، لكن كيتعامل كإنسان، كيتعامل بالأخلاق. كنتمنى نكون كلنا بحال بحال، ونتعاندو ونغيرو ونحسدو بحال هاد الناس هادو، بالحب، بالحب باش نكونوا بحالهم، ما نبقاوش نقولوا لا خصنا نلبسوا بحالو، لا خصنا نعيروا بحالو، لا خصنا نطلعوا ناخذوا الفلوس باش نكونوا الفلوس بحالو، لا، خصنا نغيروا ونحسدوا ونديروا بحال هاد الناس اللي كي عندهم العطاء. بصراحه انا لو توافقني الراي، هاد ادم خصو ميداليه فوق من ذهبيه، فوق من الماس، لان خصها تكون على الصدر ديالو، صدر الصداقه. وتنتمنى تكونوا فهمتوني مزيان، وهاد الحلقة ديال اليوم